الميزانية ونروح للأرقام، عشان دايما أي حاجة بنتكلم عليها وبنحكم عليها بالفشل أو بالنجاح بتكون من خلال الأرقام. اتكلمنا عن الكورة وقلنا أرقامها وإحصائياتها، فواضح جدا بسم الله ما شاء الله إن التفوق واضح في فريق كرة القدم. نتكلم على الميزانية، هتكلم مع حضراتكم شوية باستفاضة وعايز حضراتكم تركزوا معايا كويس قوي. لكن قبل ما نتكلم في الميزانية، معانا واحد من أهم اللعيبة اللي جت في المركز الظهير الأيسر في العقد الأخير في النادي الأهلي، واحد تألق مع منتخب مصر وتألق مع النادي الأهلي وكانت التاريخ طويل وكبير مع النادي الأهلي، هو الكابتن سيد معوضة. كابتن سيد برحب بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب وعام سعيد عليك وعلى الأسرة الكريمة كلها. كل سنة وأنت طيب وإن شاء الله سنة سعيدة على مصر كلها، على الشعب كله وعلى الأمة الإسلامية وعلى المسيحيين وعلى كل الناس اللي موجودة يا رب إن شاء الله. كابتن سيد، حضرتك واحد من نجوم النادي الأهلي اللي كنت موجود في بطولات كتيرة جدا ومهمة جدا وأيضا مع جيل ذهبي، أعتقد إن صعب إنه يتكرر في يوم من الأيام، لكن بنحاول إن إحنا إن شاء الله نرجع هذا الجيل الذهبي. هل حضرتك راضي عن 2019 وإيجابياتها وسلبياتها مع النادي الأهلي، وحضرتك بتتطلع لمزيد من الإنجازات، ولا حضرتك عندك وجهة نظر مختلفة؟ لا، اولا الواحد لازم يقول الحمد لله، يعني الحمد لله دي قبل اي شيء يعني. انما يعني 2019 انا اتكلم بالنسبه للنادي الاهلي، اعتقد يعني هو بطوله افريقيا هي اللي النادي الاهلي مطالب بيها، بقى لها فتره غايبه عن النادي، ان شاء الله السنه دي ترجع لمكانها الطبيعي يعني ان شاء الله. كابتن سيد، هل حضرتك شايف ان 2020 ان شاء الله عام النادي الاهلي يقدر ان هو يحقق فيه لقب البطوله الغاليه اللي كل اهلاوي بيحبها، يا بطوله دوري ابطال افريقيا، علشان يعود الاهلي الى مكانته المفضله، المشاركه في كاس العالم للانديه بالمستوى اللي حضرتك شايفه بالاداء الرائع من مستر ريني فايلر، ولا الاهلي محتاج انه يطور وانه يقدم اداء فني ممكن يكون افضل من كده علشان يحقق البطوله اللي الجمهور مستنيها من سنه 2013؟ لا بص يا عمر، هو انت اكيد بتعمل اللي عليك، بتاخد بالاسباب يعني، بتعمل دورك ان انت تجيب مدير فني قوي، مدير فني محترم، وده اللي موجود بكل امانه موجود في النادي الاهلي حاليا. مدير فني عنده طموحات كبيره جدا وواضح فكره على اداء الفرقه، وتاني حاجه بتجيب مجموعه لعيبه اللي تقدر تجيب لك البطوله دي. النادي الاهلي عمل كده واشترى مجموعه من اللعيبه اللي عندهم القدره ان شاء الله، بس التوفيق عامل مهم جدا. وبرضه في الاول والاخر انت لازم محدد اهدافك، يعني اهدافك انا وجهه نظري الشخصيه النادي الاهلي مر بمراحل قبل كده، بطوله الدوري يعني بطوله مش انجاز كبير لاي مجموعه موجوده في النادي الطبيعي، يعني فترات كتيره جدا ولعيبه كتيره جدا مرت على تاريخ النادي خدت الدوري. انما اظن بطوله افريقيا دي الاهم، وخصوصا للجيل ده عشان تتكتب في تاريخ كل واحد موجود في الجيل ده، وخصوصا بعد الحاجات اللي انت عملتها خلال الموسم اللي فات. مظبوط يا كابتن، كميه اللعيبه دي بالفلوس دي، فلازم يبقى ليها تاثير ايجابي ولازم يبقى يتحقق لك الهدف اللي انت جايبهم عشانه يعني. كابتن سيد، حضرتك 2019 شهدت اخفاق المنتخب الاول في بطوله افريقيا في استاد القاهره، وحصل تغيير للجهاز، وحضرتك اكيد لاعب كبير جدا ونجم كبير جدا وشرف لاي مكان ان حضرتك تكون موجود فيه، واختيار حضرتك ضمن الجهاز الاول للمنتخب الوطني اكيد طموحات كبيره جدا للكابتن سيد في المكان اللي موجود فيه، وانه بيحاول مع الجهاز الفني اللي موجود يكتبوا تاريخ للمنتخب الاول ويكونوا على قدر المسؤوليه، تحدي الوصول الى امم افريقيا والفوز باللقب الافريقي وأيضا الوصول إلى بطولة كأس العالم. الكابتن سيد في بداية 2020 على المستوى التدريبي بيتمنى إيه مع المنتخب الأول؟ أتمنى زي ما قلت يعني الوصول لبطولة أفريقيا وإن شاء الله المنافسة عليها، إن شاء الله يعني يبقى عندنا القدرة إن إحنا نحققها خلال الفترة الجاية، الوصول لكأس العالم إن شاء الله. أنا بتكلم على المرحلة ككل طبعا، زي ما قلت يا عمر يمكن المنتخب مر بظروف صعبة جدا، نتمنى إن هي تبقى حاجة جديدة، تبقى صفحة جديدة بتعمل جيل جديد، المفروض إن يبقى فيه تغييرات كبيرة جدا خلال الفترة الجاية إن شاء الله عشان نقدر نعدي المراحل الجاية. فنتمنى التوفيق وربنا يعمل الصالح. زي ما قلنا عن النادي الأهلي البطولة غايبة، هنتكلم على منتخب مصر، احنا بقالنا فترة كبيرة جدا يمكن حتى وصول لنهائي أفريقيا أو صعود لكأس العالم، انت بقالك فترة ما خدتش كأس الأمم، بقالك فترة الناس مش مقتنعة بأداء المنتخب، الثقة مفقودة بشكل كبير جدا بين الجمهور ولاعيبة المنتخب أو الأجهزة اللي كانت موجودة قبل كده وحتى
جاهز حاليا، فاحنا نتمنى الثقه دي ترجع ان شاء الله. الثقه دي هترجع بالنتائج واداء اللعيبه، نتمنى الفتره الجايه تكون فتره مختلفه عن الفترات اللي كانت قبل كده تماما. يعني حضرتك كابتن سيد كنت موجود لاعب في منتخب مصر، دلوقتي حضرتك موجود على الخط في الجهاز الفني، هل ده بيمثل نفس الشعور ولا المسؤوليه بتكون اكبر؟ لا والله، هي المسؤولية خلي بالك هي مسؤولية واحدة، انت لعيب كنت حاسس بالمسؤولية بشكل كبير، وانت واحد من الجهاز دلوقتي حاسس بالمسؤولية بشكل كبير، بس الفرق ان انت وانت لعيب الموضوع في ايدك انت، يعني على حسب مجهودك، على حسب اجتهادك في الملعب، على حسب ادائك، انما دلوقتي انت بتقول حاجات وبتحاول تتمرن عليها، واللعيب هو اللي بيطبق او بينفذ، وهو الواجهة بتاع الجهاز الفني. فاحنا نتمنى ان شاء الله اللعيبة الفترة الجاية مع الجهاز الفني نكون على مستوى المسؤولية، على مستوى المكان اللي احنا موجودين فيه. انت قلت نقطة ان الواحد بيتشرف ان هو موجود في منتخب مصر، ايا كان لعيب عامل جهاز فني، مجرد التواجد بتشيرت منتخب مصر شرف لاي حد موجود. فنتمنى ان شاء الله ان احنا نحقق طموحات الجمهور اللي موجود، ونرجع الثقة اللي قلت لك عليها اللي هي مفقودة بقالها فترة كبيرة جدا. طيب يا كابتن سيد اخيرا، يعني توقعاتك في 2020، هل نقدر نقول ان الاهلي ممكن يحسم لقب الدوري وان يقدر يفوز بلقب افريقيا؟ توقع يا كابتن سيد، انا عارف حضرتك قلت وفسرت واتكلمت فنيا، لكن توقعات في 2020 علشان نكون نتفائل بحضرتك كده ونسجل وراك ونكتب وان شاء الله نتقابل في نهايه الموسم الكهرباء، هل كابتن سيد يتوقع الاهلي يحقق لقب الدوري ولقب افريقيا، ولا ممكن نقول الدوري اه ولسه هنحكم في افريقيا؟ لا يعني هو مش حكايه توقع، هي امنيات اكيد. تمام. التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره الجايه سواء على المستوى المحلي او المستوى الافريقي، فنتمنى التوفيق لفرقه النادي الاهلي دايما. طيب الدوري الاسباني يا كابتن تتوقع مين؟ الايه؟ الدوري الاسباني توقعاتك للفوز ب 2020 مين؟ برشلونه. مش توقعات برضه، امنيات. طيب كده كابتن، كده كابتن محمد بركات هيحبك جدا. طيب الدوري الانجليزي. احنا بنتعامل بالقلب، احنا بنتعامل بالقلب يا احمد. الدوري الانجليزي يا كابتن تتوقع مين؟ الدوري مين؟ الدوري الانجليزي مين هيفوز بيه؟ الدوري الانجليزي لا ما يعني بنسبه كبيره ليفربول يعني اقرب بكثير جدا. طيب الدوري يا كابتن الايطالي. لا الايطالي انا اتمنى اليوفي طبعا برضو، يعني من الفرق اللي الواحد بيتابعها من زمان برضو. طيب يعني يا كابتن سيد كده قلنا يعني ايه، يعني نتوقع مع حضرتك كده علشان تكون بدايه خير، ويعني مش هطول على حضرتك، وسعيد جدا جدا ان انا ابدا سنه جديده مع جمهور النادي الاهلي يا كابتن، مع واحد من نجوم النادي الاهلي زي ما قلت لحضرتك، واحد من افضل اللعيبه اللي جت في المركز الظهير ايسر في اخر 10 سنوات على الاقل مع النادي الاهلي. كل التوفيق لحضرتك وكل التوفيق لمنتخب مصر، ودايما يا كابتن بالتوفيق وبالنجاح يا كابتن سيد. ربنا يخليك وكل سنه وانت طيب. وحضرتك بصحه وسلامه يا كابتن سيد. طبعا كابتن سيد معوض واحد من نجوم النادي الاهلي، وزي ما قلت لحضراتكم من افضل اللعيبه اللي جت في الناحيه الشمال في العقد الاخير من كره القدم المصريه والافريقيه والعربيه، لاعب اخلص للنادي الاهلي، وزي ما احنا متعودين اللي بيخلص للنادي الاهلي دايما الجمهور بيحبه وبيشيله فوق راسه. طيب